الأحرف الأبجدية لم أتوقف عن كتابي. والعطاء يعني أحب الخسارة، أحب دائما أخسر. لأنه ممنوع الواحد يطلع معهم السجن إلا كرامته طبعاً بيسمحوا له فيها. ممكن حرب البسوس، حرب العراق، حرب لبنان، ما أبكي. بس يمكن أغنية لفيروز، صوت تليفون من ساعات هسي بفكيني. عادة للناس بحلم كثير، انا بحلم كثير وبدي ارجع احلم، وحتى لو خسرت كل احلامي بدي ارجع احلم. شو بتحلم؟ بكل شيء، كل شيء مطايله، ومطايله شعبي وامتي. يعني انا كل احلامي وبكتب مسرح، بكتب شعر، صحافي كذا، مشان الإنسان العربي يتوفر له لقمته وكرامته.